أعزائي المشاهدين من جديد، تكلمنا بكم معاكم بإذن الله تعالى على مدى 6 أيام لنقل هذه البطولة، أول بطولات الموسم، بطولة سفري قطر 2021. أولا بنتكلم معاكم في هذا التقرير عن بطولات هذا الموسم من بداية بطولة سفري وإلى المعترك الكبير مرمي. تابع التقرير. تبدأ جمعية القناص موسمها الحالي مع بطولة سفري، والتي هي البطولة التنشيطية الأولى ضمن مجموعة من التنشيطيات التي تسبق المهرجان الدولي السنوي للصيد والصقور مرمي، الذي يعتبر درة الأنشطة الخاصة بالجمعية. موسم جمعية القناص يبدأ سنوياً ببطولة صفري، تتبعها بطولة رأس لفان، ثم بطولة جمعية القناص، وآخرها قبل مهرجان مرمي بطولة اليوم الوطني. وتحوي رزنامة الجمعية بطولات ثانية هي المعزاب الصغير، وهو مخصص للجيل الجديد من الصقارين، إضافة إلى البطولات الخاصة بالسلوكي، علماً أن نشاط الجمعية لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى المشاركة بالمهرجانات الدولية وحملات إطلاق الطيور لحمايتها من الانقراض في الدولة وخارجها. نبدأ على بركة الله بطولة صفري. يا أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. إذا تكلمنا عن بطولات الموسم، ولكن الآن نتكلم عن بداية الموسم على الطيور الصقاقير، اللي هي دائما تكون الستارت بالنسبة لهم، تكون بطولة صفري قطر 2021، بطولة راح نتكلم فيها، أو حتى الصقاقير أيضا دائما وأبدا هم يتكلمون عن بداية طيورهم، تجربة طيورهم، خصوصا في فئة الفروخ، فطاحلة الدعو في قطر وفي الخليج متواجدين، وبنتكلم عليهم بشكل أكثر، وبنتكلم على البطولة والأيام اللي راح تكون فيها الأشواط، قرناص الحر اليوم عندنا قرناص الحر، قرناص جير الشاهين، وبكرة بإذن الله تعالى قرناص جير الحر وفرخ الحر، الأربعاء فرخ جير حر، الخميس فرخ جير شاهين، الجمعة بيكون مسابقة صقار الواعد طبعا، هذه المسابقة المهمة جدا بالنسبة لنا، والسبت بإذن الله تعالى راح يكون النهائي، 10 طيور من كل فئة، راح نتكلم عن 60 طير راح يكونوا متواجدين في النهائي الكبير. ومثل ما تكلمنا أن دائما بطولة الصفري هي تعتبر التجربة لهالطيور لفرز طيورهم، مرج طيورهم، وين بيوصلون مع طيورهم إلى الآن، طبعا إلى البطولات القادمة، وأيضا البطولات اللي المعترك الكبير اللي تكلمنا عليه مرمي، الفضاحة الدائم المتواجدين، أبو عامر البطل اللي فوق العادة، اللي العام كان رقم صعب سميناه صعب، أو أيضا في بطولات الموسم الماضي، الأسماء الموجودة طبعا أسماء كبيرة، الشباب المتواجدين جزاهم الله خير، بيض الله وجيههم، شباب في اللجنة وجمعية القناص وكل المتواجدين، وبإذن الله تعالى راح تكون الانطلاقة اليوم مع قرانيس الحرار ب34 مشارك. الأجواء اليوم ما أعرف الأجواء، هل هي أجواء صعبة شوي صراحة، نتكلم عن 23 سرعة الرياح شمالية غربية، درجة الحرارة 23، هل هي بتكون متوافقة مع ربعنا ولا لا؟ وش اللي بيصير؟ طبعا المناحر أتوقع بشكل كبير مناحر المشايز، ولكن وضع ربعنا اليوم يعني كتجربة الطيور، وطبعا إذا نتكلم عن القرانيس طبعا تكون خبرة في الموضوع وعارفين أهلها، لكن الكلام إذا كان الجو هذا بالنسبة للفروخ هنا الوضع يختلف، في غبار اليوم، في غبار، ولكن بإذن الله تعالى بيكون ما يكون عائق بالنسبة لربعنا، هم طبعا متعودين على هذه الأجواء، تعودنا عليه طبعا العام، خصوصا الصبري تجي بدري شوي في بداية الموسم، تعتدل الأمور إن شاء الله في بكرة عقب بكرة، وصولا إلى بطولة رأس لفان، بطولة اليوم الوطني، بطولة جمعية القناص. نشوف معاكم الأجواء صراحة، يعني أتوقع اللجنة كلها قرار مع الغبار، خصوصا موضوع الرؤية للطير، وأيضا الرؤية في الاستديو.
وضع الرأي بالنسبة للطيور، بالنسبة للمشاركين الوضع شوي يبي لها تتوقع ننتظر قرار اللجنة بالنسبة للشوط اليوم ايش اللي بيقولونه. أسماء كبيرة مشاركة في الشوطين، عندنا الشوط الأول طبعا قراصة قريص الحرار، والشوط الثاني بيكون لقريص جرد الشواهين. جاهزية الشباب من البداية تعتبر التست الأول لطيورهم، وين بيوصلون مع الطيور اللي عندهم، هل هي ستستمر معهم على طول الموسم ولا بيكون الموضوع تجربة من البداية. والأسماء الموجودة كلها خبرة طبعا، كلها خلينا من ناصر مسند، فريق الوسيل، فريق الشحانية، النايفة، فريق أبو ظلوف، فريق جديد أبو ظلوف يذكرني مخرجنا عيسى عبد الله بن عامر طبعا معروف فوق العاده، فريق الزم، فريق مسيمير ايضا، يا سلام رقم 24 سالم من خجيم العذبه، وانتظار بدايه المسابقه بدايه الشوط الاول. أتوقع أن أسماء معروفة ممكن تكون أبطال، لكن الأجواء بأمانة الأجواء صعبة، يعني نتكلم بصراحة الأجواء صعبة على مستوى الرؤية ومستوى قوة الهواء اليوم في الموقع الجديد طبعا البطولة في رأس لفان. تحتاج الى قرار بامانه، انا في الاستديو مو بشايف الشاشه، حتى المصورين مو بشايفهم. اجواء تحتاج قرار من اللجنه، هل يكون في هناك تاجيل او انتظار الاجواء كيف راح تكون. ما تشوفون اعزائي المشاهدين هذا السناح الانطلاق، الشباب اتوقع تقنيا جاهزين بالنسبه للسنسر بالنسبه كبدايه. وانتظار اول المتسابقين اللي يعطينا فكره مخرجنا عيسى عن اول الانطلاق راح تكون في الوقت المحدد. انتظر اول المتسابقين، نروح حق ابو عبد الله محمد مليه في الخيمه. عندك يا ابو عبد الله. مرحبا بك حماد، مرحبا مشاهدي الاعزاء، مسي عليكم مشاهدينا الاعزاء طبعا مع اول بطولات هذا الموسم، ومعي اخوي رئيس البطوله فهد بن محمد العسيري. ابو محمد مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور، يا مرحبا ومسهلا. محمد اول بطولات الموسم بدايتكم اليوم، نقول بدايه الله يعينكم على الهواء ويعين المشاركين. ان شاء الله ان الامور كلها طيبه باذن الله، ونتمنى لهم كل التوفيق. وطبعا اليوم عندنا مسابقة قرناس الحر وجير شاهين قرناس،
ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. محمد، أول بطولة فيه غياب، فيه تأخير، ولا المشاركين كلهم ملتزمين وحاضرين؟ شوف في الوقت الحالي أشوف العدد موجود والمتسابقين موجودين وحاضرين، والله يوفق إن شاء الله. هذا على الغياب والحضور، هذا بعضهم يجي وينسحب في وقت المسابقة. احنا شاكرين لك يا أبو محمد على تعاونك معنا، أنك احنا أخرناك بعد، ونقول لك موفقين إن شاء الله. موفقين وياك خير، الله يسلمك، الله يجزاك خير. هذا كل ما عندي يا أخوي حماد، المتسابقين جاهزين وإحنا أخرناهم شوي، بس دقيقة أخرناهم واجد. أتمنى لهم كل التوفيق، نرجع لك بصوت والصورة للاستديو. شكرا أبو عبد الله، يعطيك الصحة والعافية. تحية لك طبعا ولأخونا فهد العسيري رئيس اللجنة. البداية مع فريق الوسيل، طير رقم 2، يلا المندي بطل فوق العادة. المندي الانطلاقة، البداية كانت مع فريق الوسير رقم 2، طبعا مثل ما تكلمنا بداية موسم، تجربة الطيور وإيش المدى اللي بيوصل معاها التسابق، بغض النظر عن الجوائز في هالبطولة، ولكن تجربة الطيور في بداية الموسم. كان ودنا يكون معلقنا موجود عدنان للتعليق على الأشواط، أو حتى الخبراء الموجودين دائما معانا محللينا، لكن طبعا الميدان جديد، وأتوقع الشباب جاوا الميدان الأيام اللي راحت وجربوا طيورهم قبل البطولة. الأجواء صعبة على الجميع، أتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الشباب المشاركين. أتوقع رقم 4 معانا بالنايفة، محمد بن عبد الهادي بن نايفة، غنيس الحرار المتسابق الثاني في هالشوط.
نايفة. ممتاز ومسار ممتاز ما شاء الله. طير رقم 8 محمد سعيد صالح العيدة تابع. موفق يا محمد، موفق يا ابو سعيد. دقيقة يا ابو سعيد، تعوض خير يا ابو سعيد. وين راح؟ لا موجود في الميدان ولكن ارتفع الطير. بداية موسم الطيور إلى الآن تحتاج إلى شغل. طبعا ما أتكلم عن أسماء الفرق، نجهز الشباب نجهزهم من بدري، المشتريات طير رقم 9 لحمد بن عبد الهادي بن نايفة. Thank you.
المتسابق رقم 9 حمد بن عبد الهادي بن نايف اذا موجود. الآن مسك المسار الصحيح. ما أنا ما أعرف الطير رقم كم، رقم 9 طير حمد بن عبد الهادي بن نايفة. رقم 11 عند ناصر بن علي بن صالح المهندي. ناصر بطل فوق العادة دائما وأبدا متواجد. رقم 11 تابع ناصر. تابع نشوف رقم 11 ناصر بن علي المهندي. يلا يا ناصر. انطلاق ارتفع الطير خذ يسار ومن ثم الى المسار ولكن ما اخذ يسار. شوف
البيت. دائما وابدا في البطولات خصوصا الصفري وبطوله راس لفان في بدايه الموسم، ولكن نتكلم على الرؤيه وعلى الاخبار. بدينا من اول طير في سرعه رياح 23، ولكن اتوقع انها زادت اكثر. اول الطيور اللي انهدت فريق لوسيل هدى المهندي لا إعادة. توقع السنسر ما اشتغل أو السنسر وقف في بداية ولكن المسار ما شاء الله. اتوقع الطير بيكسر او انه بيستلم الزمام الامور. ثلاثين لا اتوقع مخرجنا عيسى الوضع انه كان في 23 عقب 30 السنسر. اتوقع في خطا على مدى الوصول كان 23 عقب اعطانا التيم 30. متاكد ان شاء الله من اللجنه. الصعب الصعب وصل. شو بدايه الصعب اليوم؟ عبد الله بن عامر بن دي الكعبي. يلا يا الصعب. تابعك يا الصعب، منافسينك أول ناس يتابعونك اليوم. شوف بداية أول طيور بعامر لهالموسم في قريس الحرار. شوف انطلاق الطير لعبد الله بن عامر الكعبي. طبعا كبداية كبطولة أولى كالميدان جديد الوضع يحتاج لبعض الأمور. الشباب قاعد يضبطون السنسر لأن حتى الطير اللي فريق لوسيل اللي هدى المهندي اللي كانت إعادة أصلا الطير رقم 2 أتوقع أن السنسر ما صعد أو بدايته مع السنسر أو حتى النهاية. إلى الآن بعض الترتيبات في الوصول إلى المرحلة المطلوبة. شباب مو مقصرين إن شاء الله الأمور تكون كلها إنسيابية بإذن الله تعالى. أتوقع الآن بيرجع أبو عامر. Thank you.
الحماقة، أول طيور الصعب، طلع بن عامر خذ يمين ولكن رجع إلى المسار. ما شاء الله يا أبو عامر، ما شاء الله يا أبو عامر، تابع التوقيت لأول طيور أبو عامر 24 فلات. أتوقع في هالجو هذا طبعا المركز الأول إلى الآن عبد الله بن عامر دي الكعبي الصعب، أول طيور إلى هالموسم هذا في قرانيس الحرار. عن الانطلاق أتوقع الانطلاقة ما كان يبيها أبو عامر، والطير خذ يمين بعدين رجع للمسار. مثل ما تكلمنا الأيام هذه اللي تشوفونها في أجواء صعبة، خلك من سرعة الرياح، نتكلم عن الغبارة ووضع الميدان الجديد. والآن مع 13 أحمد بن عبد الله الخاطر. عبد الله نعرفه، راعي فروخ الحرار، ما شاء الله مبدع فيها في هالمجال، ولكن نشوفه بداية الموسم هذا مع قرنيس الحرار هالمرة. شوف عبد الله الانطلاقة خذ يمين رجع للمسار، ما شاء الله ما شاء الله يا عبد الله. ما شاء الله يا عبد الله، والتيم لابو عبد الله. الانطلاقة كانت ممتازة ولكن الطير ما قطع. نرجع ونذكر ونقول الأجواء ممكن ما تساعد. الطير رقم 14 وننتظر الآن الطير رقم 14 عند فريق أبو ظلوف. فريق أبو ظلوف وانطلاقة الأولى، ونرحب طبعا بأخونا علي بن نورة، تو وصل الاستديو متأخر دائما وأبدا، دائما متأخر، ولكن حضوره الآن يعطي الصحة والعافية لينقذ ما يمكن إنقاذه من بالنسبة للأجواء، بالنسبة للطيور الباقية في هذه الأشواط. فريق أبو ظلوف طير رقم 14، شوط قرنيس الحرار، شوف الانطلاقة، ارتفع الطير وخرج خارج المسار. خلف السناح أتوقع يكون الطير مستبعد، ما أعرف، أتوقع خارج السناح ورجع للمسار، اتوقع انه مستبعد. لا، ننتظر منكم الاكثر يا فريق ابو ظلوف، تحملون اسم كبير ترى. لم يستبعد الطير ولكن ننتظر الافضل منه ان شاء الله. هذا الطير الثاني لفريق أبو ظلوف في شوط قرانيس الحرار. يلا يا أهل الشمال، يا أبو ظلوف،
نرحب بمحلل القنوات الكاس اخونا علي بن نوره. ابو سعيد يا هلا ومرحبا فيك. كل منهم طبعا مهتمين ويتابعون قنوات الكاس ويتابعون طبعا بطولتنا اللي بدأت اليوم بطولة الصفري. نتمنى التوفيق لكل المشاركين الموجودين، وأعتذر عن التأخير ولكن بنشرت على الطريق. فأنا قلت يمكن البنشر هذا أخرني عن أرقام قياسية طلعت. أتمنى التوفيق إن شاء الله نشوف أرقام، نشوف الانطلاقة. برجع لك بسعيد، نشوف انطلاقة فريق مظلوف. ما شاء الله ما شاء الله على محمد، الله يبارك لهم. طير رقم 15 نشوف انطلاقته ما شاء الله. شلون بسعيد؟ انطلاقه الطير جيده، لكن احنا نشوف طبعا، اعتقد ان حتى المشاهدين او المستمعين انهم يحسون في صوت الهواء او يسمعونه. صحيح. علينا هواء طبعا، الهواء على الجميع. نتمنى لهم التوفيق، نشوف ان الطير وصل، لكن اكيد التيم ان شاء الله بيكون بيعطينا التيم ان شاء الله. عيسى ان شاء الله الشباب التيم طبعا، عيسى موجود امسي عليه وعلى كل اخواني طبعا، يمسون عليكم خير المميزين طبعا. دائما انت مميز يا رغم التاخير. معلش بنشر بنشر لا حول، تواير قديمه ما بعد ركبت تواير المقناص بدايه الموسم. نعم. عزيز يا ابو سعيد الله يطول عمرك باذن الله تعالى، عوده حميده لاجواء هالطيور. وصفري تعتبر هي البدايه لهم في الموسم. ما هالطيور الله يوفقهم، تعبهم ما وقف، تعبهم مستمر، جهودهم مستمره، البحث عن الافضل، عن الطير الطيب، عن الصفقات، عن دفع مبالغ طائله في بس ظل انه يكون مشارك، ولكن مشارك بقوه، ما حد يبغى المشاركه العاديه. يعطون الشباب الطير رقم 15 طير بظروف، يعطون التيم ان شاء الله. والان نرجع الى طير رقم فريق لوسيل 16. الله يوفق. خذ يمين وما نبغي نسبق وضع الطير، لكن الطير خذ يمين. هو دائما اي انحراف للطير في مسار المسابقه ياخذ من وقته، حتى لو كان الطير قوي والقوي الله سبحانه وتعالى، لكن ياخذ من وقته. شوف التيمات الى الان ابو سعيد، التيم الاول عند الصعب. تذكر الصعب من العام؟ الصعب اذكر، الصعب اذكر تواجده اللي الله يوفقه. الحين قد احنا ندل عليه، ودنا الحين نغير. يستاهل. ابو عامر 24 فلات ما شاء الله، صلى الله على محمد. في هالاجواء هذه بامانه اشوف رقم يعني شوي صعب اذا ما طاح الهواء. هو ابو عامر دائما معودنا على قوه التيمات، على اختيار الافضل طبعا، مثل اخوانه. وهذا اللي انا اقول لك، ان الربع الصقاقير ما وقفت جهودهم من نهايه الموسم السنة اللي طافت إلى بداية الموسم اليوم، وهم تقول كأن الموسم يتجدد شهريا. صحيح. في بحث عن الطيور، كل طير ينقل من المربط يدرج عليه، يشوفون مستواه، ينشدون عن وضعه العام. وشو نتمنى نحن نشوف أسامي جديدة لطيور جديدة ذا الزمن. طير رقم 17 عبد الله بن خالد الصليطي. في ترشيح من عيسى، بس أتوقع الترشيح يعني بنشوفه عبد الله بن خالد سعيد الصليطي. مساره ممتاز، ولكن شلون الجناح ابو سعيد؟ حماد قلت لك الطيور قوى صلى الله عليه محمد، وانطلاقتها جيده، لكن احنا شوي حدنا الهواء ما نقدر نحكم على الطير في الهواء، لان الطير يعاني اصلا من الانطلاق. ولا الطير ذا اللي راح الحين اللي هو 25800 طير صليطي، اتوقع ترشيح عيسى صليطي مخرجنا، ما كان ترشيح ك يعرف الطير. لا بالعكس، فزع اتوقع فزع. لا ما رشحه الا هو عارفه. بعدين انا اكتشفت ان عيسى له في ذا الاجواء ويتابعهم واحد. ها طبعا، انا كنت اتوقع ان عيسى خلص يروح البحر ويقعد على البحر ما عاد يجيهم. لا طلع عيسى، لا صلى الله على محمد، في كل مكان متواجد، تشهد لهم جاسم. منطقه ام جاسم ترشيحه كان فزع، انا اقول لك ابو سعيد، لكن جزاه الله خير. نشوف حمد اللي ما يفزع مع رفيقه، ترى
حمد بن عبد الهادي بن نايفه، انا طحت طيرين ولكن ما قدرت اتكلم عنه. ارشح حمد وفزعه أو, 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 او اقدر اني علقت عليه، لان الاجواء كانت بامانه صعبه ويستاهل بن نايفه كل خير، ودائما وابدا بطل ومتواجد، وهذا ثالث طير حتى يا ابو سعيد. حمد دائما احنا نقول ان المقناص صبر، والمقناص شده، والمقناص محاتات الامور. المسابقه هي جزء من المقناص ومن محاتاته. شوف صلى الله على محمد انطلاقه الطير وثباته حتى على المسار، ومروحه مروح طيب. الله يوفقه، الله يوفقه، الله يوفقه ويعطي منه ان شاء الله مسار واحد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ابن نايفه ان بيتغير التيم ان شاء الله ان شاء الله بيتغير. كان جناحه ابو سعيد ارتخى شوي في النهايه، معلش يعني اللي لنا واللي علينا 25 500 25 500 كان مساره ممتاز بامانه، ولكن ثقل الطيره بعد ال 200 متر جناحه 19 عندك 19 18 حمد 19 لا انا اتكلم نعم طير 19 انت روعت، خليتني اتفكر في الكشف ثاني لا مره. انت اللي روعتني يا ابو سعيد يوم قلت لي بنشوف 19 حسبك تعني ان بنشوف التيم 19 التيم 19 كانت 19 صعبه جدا. كان بالنايفه الى الان الثالث على الطير اللي انهد 25 500 الى الان الثالث. كان ودنا احنا بعد نشوف الطيور، شوف وش اللي منها. صعب عندك؟ صعب، الله يوفقه. دائما على قولتهم احنا معه متحزمين، الله يعطي منه ان شاء الله مرواح طيب. الله يوفقه، الله يوفقه، الله يوفقه. ابو عامر اتمنى لك التوفيق، اتمنى لك التوفيق. طبعا يجتهد اخوانك كلهم يجتهدون. شوف ما شاء الله على المرواح، ما شاء الله يا ابو عامر، هذه يا دليل ما شاء الله، هذه يا دليل، هذه يا دليل. قريب ان شاء الله والفال طيب. الصعب عطونا التيم بس توفيق الله. 26 على ذا الجناح وذا المسار، غريبة صراحة، استغربناها العام. اي والله كانت الطيور تطلع من عندنا ستارت قوي الى النهاية، لكن تجينا تيمات. انا قد سنة من السنين ابو سعيد يوم سألتك عن طير ما شاء الله مساره ممتاز وجناحه ممتاز، ولكن وصل في تيم نفس التيم هذا، فقلت لي هذا طير ممثل يعني ما يقطع. بعض الطيور وهو كلها، ما أنا راح اقول بعضها، الطيور لها مزاج وله وقت يكون فيه، له يوم يكون فيه. عبد الله بن سعيد، ونعم عبد الله بن سعيد، يا مرحبا يا ابو سعيد. طبعا عبد الله من الاسامي اللي حفرت لها مكانه صحيح في الميادين. اتمنى له التوفيق، بطل، واخر انجاز له كان في مرمي العام. اتمنى له التوفيق، وفق يا ابو سعيد. طبعا عبد الله معروف بركاته في الستارت. شوف الانطلاقه مرتفع شويه يا ابو سعيد، خذ يمين، لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعدل. رواحته طيب وبدت الاجواء تصفى شويه طيب. ان شاء الله ان شاء الله بتصفى من هنا لين ساعه ان شاء الله، ولا ساعه وشوي ان شاء الله بيعش الهواء وبيزين الجو باذن الله. شوف سعيد 25 فلات، 25 فلات اتوقع الثاني شباب صح؟ الثالث الى الان الثالث. عبد الله على الاجواء هذه، يلا التاهيل يا ابو سعيد صح؟ التاهيل هو المطلوب اليوم، التاهيل هو المطلوب. انت عندك نهائي ان شاء الله يكون فيه جهد اكثر، ممكن تكون فرص الجو يكون افضل باذن الله. بامانه عانوا اول 5 طيور عانت من الجو، لكن طبعا هذه في حكم الله سبحانه وتعالى وقدرته، ما حد يقدر يتحكم في الاجواء وعلى الجميع. انا اكيد ان فيه واحد بيجي تالي النهار عصير العشاء، الهواء معشي والطير قده وقت عشاه
طي رقم 22 خالد بن عفيس البريدي المري. البريدي الله يوفقه. وابو عفيس اتمنى لك التوفيق. وين الطير؟ الطير وين؟ طلع ولا؟ خالف؟ لا لا هناك 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 ابو سعيد هناك. راح. لا ان شاء الله انه ان شاء الله انه بيعود. طير طلع من فوقنا يا ابو سعيد. والله طبعا ما انتبهت له، انا تفكر له في المسار. تدور تدور. خذ يمين، ما عاد خذ يمين هذا الطير. روح بس ما عادها بالحين. لا 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 يا ليتها كانت، يا ليتها كان مسارك كذا من اولتها حتى ولا انت ما انت صادق والله جايبتين على الاقل ما تعود على على ال 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 الحين مسك القاع. نعم ما يتعود الطير على انه يفي اليمين ولا يسار او يخلي معوض خير. معوض خير يا خالد. معوض خير يا خالد. طبعا جميع مجتهدين ويوصلون هنا يبغون طير. طير مستبعد طبعا ابو سعيد اكيد رعيه يدري انه مستبعد. عوض خير ان شاء الله يا خالد. نشوف يمكن كم باقي طير عندنا الحين. وصلنا للطير 23 فريق مسيمير، اول طيور لهالموسم هذا يهدونها ان شاء الله. وعقبه طير الجميل. الجميل ها الجميل مخجيم. ننتظر طبعا طير طير مخجيم. استغفر الله، يمكن من المسببات اللي خلتني ابنشر على الطريق هي ابغي الحق على طير مخجيم. ما توصلت على التين. الله يوفقك. وبنشوف الحين اول طيور فريق مسامير لهالموسم. فريق مسامير الفريق ان شاء الله ان شاء الله ان قدومه قو المتجدد. شفناه العام كانت له بصمه، كان في تاهيل حتى في مرمي ووصلوا نهائي. بنشوف اول طيورهم لهالموسم هذا. الجهود المبذوله من الجمعيه، من الداعمين، من حتى الشركات اللي اللي تحاول انها تدخل وتدعم بطولات المقناص او الهوايه او التراث، خلت اعداد تزيد، خلت الشباب يجتهدون، خلت المشاري تزيد. مشتريات ما شاء الله يا ابو سعيد. نعم مشتريات سمعنا. البطولات زادت. صحيح. وفتح مجال للجميع. اتمنى لهم التوفيق. شوف فريق مسيمير هادي دليل. الطلاقه ما هي اللي تبيه ابو، ما هي اللي انت تبغي، لكن يمكن الطير ذا انه عاده جديد على على الوضع. بعدين الهواء لعب بالطير، الهواء خلاه يرتفع اكثر. ترى بعض الطيور تفاجأ بالهواء لانه اصلا ما كان يدعى في هواء. بعد رساله للفرق الاسامي الكبيره هذه مثل ما ذكرنا، وصلوا النهائيات في حتى في مرمي العام، وحضورهم في البطولات كلها موجودين. اتوقع يعني الطير هذا حسب يعني خبرتهم هم، يعني ما شاء الله خبرتهم كبيره. حتى انطلاقته ما كان طير رايج. هو الطير يمكن تاخر هنا شوي في الانطلاقه، في الدفع ما كان في دفع. لكن انا اذا قدرني ابغى اهل طير واعوده على المسار واتعب عليه، لازم ادخل بهالمسابقات، لازم احتك مع الناس، لازم اعيش الاجواء اللي الناس عايشينها. يمكن الطير ده ما اندعى في هواء. يمكن الايام اللي طافت ما كان في هواء يندع الطير، في هواء قوي. اليوم تفاجأ الطير وهو كان يعطيني دفع غير. اليوم تفاجأ ان الهواء يترس فيه. يعني هذه تعتبر بداية الموسم. هذه بداية موسم، هذه بداية خير ان شاء الله للجميع. الان مع الخبير الفني والاستراتيجي الدولي الاستاذ سالم بن خجيم المري متواجد في السناح. روح يا ابو خجيم. نتابع الدكتور في علم طيور والاستاذ الكبير سالم بن خجيم المري. لا يروح يروح البنشر خساره يا ابو في اول طيوره. في اول طيوره في هالموسم. اتمنى له التوفيق. متابع هذا البطل الدائم انه ابدا متواجد وصاحب مبيعات ومشتريات كبيره جدا. الانطلاقه مع ابو خجيم ما شاء الله. صلى الله على ما شاء الله ما شاء الله يا ابو خجيم. كايفه. صلى الله على محمد. ما شاء الله يا ابو خجيم ماسك الارض. هذا الموضوع غريب بالنسبه لك. ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله يا ابو خجيم. ان شاء الله انه ان شاء الله ما يكون يقطع ان شاء الله يجيب المطلوب ان شاء الله. ابو خجيم ودخول مسائي فخم جدا. ونتابع التيم لابو خجيم 22 23 24 25 300. الجميل شوف هو يمكن الرابع او الخامس الحين ابو خجيم، ولكن مسكت القرناص يعني بس بعد منه دفع الرابع لا يمسك القاع
يمسك القاع وبدفع. انا داير ان سالم يقول له روح روح روح، لكن يمكنه ما استلم من المايك. كخبره دوليه بالنسبه لي انا مع ابو جيم، اتوقع انه ركز انه يمسك القاع، الدفع ما كان يهمه علشان الموضوع الاستديو. لكن الحمد لله جاب نتيجه ما شاء الله. الرابع جاب نتيجه، الرابع بيض الله وجهه 24 300. والله يعطيه منه ان شاء الله في الجاي، ان شاء الله انه بيكون له فرصه مع اخوانه وبينافس دائما وابدا فوق العاده. مرشح توفيق عبد الله بن سعيد، ثاني طيوره هذا المساء، وهذا الشوط شوط قرانيس الحرار. بس ارجع اكرر لك وسيد، انت ما كنت موجود في بدايه الشوط، كان الوضع فعلا جدا صعب. انها غبار غبار، وانا ما اشوف لا التلفزيون ولا اشوف حتى الطير اللي طبعا احنا اللجنه لها بعد رؤيه ولها نظره في جيتك بعد بركه يا ابو سعيد، جيتك حياه. الله يجعلنا دائما ان شاء الله من الحاضرين بالخير. اللجنه ما هم مقصرين مع احد. متابع الحين عبد الله بن سعيد المري، الطير رقم 25، ثاني طيور عبد الله، اتمنى له التوفيق ان شاء الله. موفق يا ابو سعيد، ما شاء الله ان شاء الله انطلاقه، ان شاء الله كيف ان شاء الله يروح طيب ان شاء الله. مسار توجه زين للطير على المسار، جناح الطير ان شاء الله ان شاء الله انه يبشر بالخير ان شاء الله ان شاء الله انه وصوله برقم طيب ان شاء الله. شوف التعليمات من عبد الله، ودنا نركز على الطير ودنا نركز على التيم، ما ندري ما نركز عليه بنشوفه، لكن فاله التوفيق. 26 اعتقد انه ارتخى جناحه في الاخير، الطير ما كان ثابت ابو سعيد، يعني خذ يمين رد اي، بس رخاوه الجناح في الاخير. انا قلت لك الهواء بعض الطيور مو متعود على قوه الهواء اليوم، فيتفاجأ في دبع الهواء، طحان الهواء له، مع ان احنا نشوف بيض الله وجيههم على ذا المسار وعلى ذا الترتيب اللي ساير. اعتقد ان هذه ان شاء الله، احنا كان عندنا بدايات، لكن هذه ان شاء الله بدايه جديده، المسار جيد ان شاء الله للطيور ان شاء الله. باذن الله تعالى نشوف الموقع الجديد ابو سعيد، شلون تشوف الميدان بشكل عام؟ موقع عقب ما نشوف هذا البطل. بسم الله، فريق الوسيل عند عبد العزيز العلي. يا مرحبا يا ابو سعيد. سعود حاضر في الستارت، حضوره بسعود وهدى للطير في اول الموسم لازم يكون طير مميز، هذا اللي نعرفه، لكن بنشوف. هو اخوانه كلهم طيورهم طيبه، لكن عبد العزيز ما يجي الا اذا طير هو متوقع منه يعني شيء غريب. وكبدايه موسم وبنشوف الطير الثالث لفريق الوسيل، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيبه، فاله التوفيق ان شاء الله، فاله التوفيق. طبعا الهواء ما يخلينا نسمع صوت الداعي، وقوه الهواء الحين شوف زاد الهواء، بس بعد الطير صلى الله على محمد ما شاء الله يكسر حده الهواء صلى الله على محمد. عبد العزيز العلي ما يحضر الا مع شيء هو يعرفه، وبنشوف التيم التوفيق ان شاء الله، فاله التوفيق. 24 100 ثاني لك عبد العزيز حضور يعرف الطير يعرفه، دخوله مع الطير اللي صنعه وهدى وحنا اصلا محتاجين حضور عبد العزيز وكل الاخوان الموجودين للابطال، دعم حتى للاشبال اللي يشوفونهم. انا ابو سعيد اذا تأيدني، انا ذكرت في بدايه الاستديو ان بنكون مع البطوله في بطولاتنا هذه مع فطاحلة الدعو في قطر وفي الخليج، نعم، وربما الوطن العربي، لان ربعنا ما شاء الله مميزين دائما، حضورهم دائما ومراكزهم اولى في حتى في المسابقات الخارجيه. كثير ترى، يعني انا اقول لك امانه كثير من الاخوان استفادوا كلهم من الثاني. بنشوف الحين مبارك بن علي الخياري، وفق مبارك طير رقم 30. مبارك بن علي، مبارك وعامر الخيارين، موفق. شيء من الاسماء الجديده اتوقع ابو سعيد، نعم اول مره، نعم اسم مبارك وكفاله ان شاء الله، موفق ابو علي ابو عامر ونعم الذكر طبعا بهم وبخوانهم كلهم يستاهلون.
موجود وسير الحزام هذه تدري طير معاوض خير معاوض خير معاوض خير بارك كنا ان شاء الله اذا حول ورا الحزب ذا يعين له حباره باذن الله تعالى الله يرزقه يستاهل عند فريق النخبه اعتقد موجود عوض خير يا مبارك وهذه كبدايه اولى في طبعا انت اكيد انك قناص وما شاء الله راعي طير لكن كمسابقه اول مره وتواجدك معنا باذن الله تعالى تكون متواجد دائما وابدا وهذه ظروف المسابقات يغير عليك الطير احيانا الطير يعطيك وقت التدريب يعطيك اللي في بالك كله بس اذا جاء في الستارت تغير الجو تغير السناح تغير المكان تغير كل شيء سابق فريق النخبة مو موجودين يا ابو سعيد والله غريبة صراحة استغرب انه مو موجود واجب انه يكون بين الاسامي فريق الزم الى الان ما شفناهم لكن عندهم طير رقم 34 اخر الطيور ان شاء الله ان شاء الله يكون موجودين عبد العزيز العلي مبارك طير رقم 32 فريق الوسيل واللي حتى عبد العزيز العلي عبد العزيز عبد العزيز ما يصرح من قبل بشيء لا لأن سمعت شيء عن طير قوي عند عبد العزيز صدق حتى في مرمي قام يتحاشاني يقول ما هي يقول الطيور طيبة طيبة يعني طيب زينة طيب. زينة والله والله يوفق العالم الله أكيد الله يوفق العالم لكن نشوف الطير شوف أبو مبارك فريق الوسيل الطير رقم 32 طلاقه طيبه مختار صلى الله على محمد الله يبارك له طير ما شاء الله ما شاء الله ثابت على المسار والله ان شاء الله يفوله التيم ان شاء الله الطيب مساره ممتاز ما شاء الله بس جناحه وسعيد ان شاء الله انه طيب اعتقد انه يبغي جناح شوي اقوى من كذا يحرق زياده نعم يبغي طبعا عبد العزيز له فيه دبره 25 400 نعم مثل ما ذكرنا ان المسار ممتاز ولكن الطير الدفع في البدايه زين لكن بعد النص ثقل الطير شوي لكن ان شاء الله مثل ما قلنا هذه بدايه الطور بتغير عليها الوقت واذا نتكلم عن فريق الوسيل بيبرد الوقت بيزين ان شاء الله تغير وضع الطيور إعادة للطير رقم 2 فريق الوسيل أيضا صح؟ أتوقع فريق نعم فريق الوسيل هدوه مرتين وما الله عطاه لا إله ما الله عطاه لا تيم ولا سنسر لكن الحين إن شاء الله أن كل تأخيرة فيها خيرة إن شاء الله الإعادة الثالثة الطير رقم 2 وزاد الهواء يا المهندي والله زاد الهواء ما عليه طمن يدك هذه يا دليل ان شاء الله انا المروح الطيب ان شاء الله بس صقاره مو راضي على انطلاقته الثالثه ثابته ان شاء الله باذن الله تعالى الثالثه ثابته يا الصقاره انا ترى ما لكن انا توقعت ان الطير بعد بيرتفع لكن الحمد لله 400 الطير روح هذا المسار الطيب خمسة وعشرين مية دخل في العشرة نعم الطير هذا أصر أنه يدخل في العشرة والطير هذا عاد وراه عاد وراه عاد وراه عاد وراه قوة مع أن انطلاقته ما كانت ذيك الانطلاقة لكن ما عليه بس 25 100 الطير إذا ما برد جناحه حتى لو الستارت شوي لكن إذا ما برد جناحه وقام يزيد فإن شاء الله أنه
ما يحرم راعي. هذا كانت إعادة للطير رقم 2، أتوقع من العشر الأوائل بيعطون الشباب من المتأهلين، بيعطون الشباب في نهاية الشوط راح يعطونه تيمات المتأهلة. إلى الآن فريق الوسيلة عنده 3 متأهلين إن شاء الله على الحسبة اللي شفناها، 2 من عبد العزيز بن عبد العزيز العالي، واحد عند المهندي. نشوف الطير رقم 33 عبد المحسن بن محمد المري. وله التوفيق إن شاء الله. يكون هذا آخر طيور هذا الشوط. 33 طير. نعم آخر طير. فريق الزم غير متواجدين في هذا الشوط. عبد المحسن ختامها مسك. وعبد المحسن من أول الناس المتواجدين في الخيمة يا أبو سعيد. والله يعطيه إن شاء الله. هذا الواجب والله يوفقه، لكن هذا الواجب إنك ما تتأخر أو ما تربك حتى اللجنة. لا تتأخر قلت لي. لا تتأخر. لكن حوادث الطريق ما تجيبها. فتحت على نفسي بابا. شوف عبد المحسن ما شاء الله. الله يوفق الله يوفق الله يوفق. مساره ممتاز، لكن مساره ممتاز بس يبغي حرق اكثر، يبغي جهد اكثر، يبغي. وعبد المحسن اسم جديد بالنسبه لنا صح ابو سعيد، وان شاء الله ان تكون البدايات بدايه خير. بدايه كمسار وكميدان ما شاء الله ممتاز، لكن يمكن الجناح كان يبيله او الطير يبيله شغل، يبيله شغل. خير يا عبد المحسن. والله عبد المحسن اتمنى انه يستمر يلز مع احد من ربعه، يشوف شو اللي ناقص الطير، يكون فيه فكره تدريب اكثر على الطير. مسار ممتاز لكن باذن الله تعالى مسار عالمي، والستارته من هنا زين ومساره حلو وفي الاجواء هذه بعد، لكن بعد في الاجواء اتمنى له ان شاء الله يعاوضه ويكون فيه ان شاء الله له فرصه اكثر. نشوف الحين الترتيب للعشرة المتأهلين من شوط قرانيس الحرار. الأول عبد الرحمن بن عامر، عبد الله بن عامر، 24 فلات، فريق الوسيل 24 300 حمد عبد الهادي بن نايفة 24 300، عبد الله بن سعيد بن قطيان 25 فلات، فريق الوسيل الخامس 25 100، سالم خجيم العذبي يا سلام 25 300، فريق الوسيل السابع 25 400، حمد بن عبد الهادي بن نايفة ايضا 25 500، عبد الله بن خالد الصليطي اللي 25 800، احمد بن عبد الله الخاطر 25 800. يستاهلون 87. التيمات متقاربه يمكن، بس طبعا لا يمكن تكون هذه هي التيمات ابو سعيد. اكيد الجاي افضل. الاجواء كبدايه اول شوط في الموسم اتوقع ما ساعدهم حتى الغبار اللي كان في بدايته، كان ترى نهد الطيور زينه في البدايه، في طيور نعم نهدت، لكن ما الله عطاها الاجواء كانت صعبه جدا. ان شاء الله ان شاء الله ان الجاي افضل. طبعا حماد انا يمكن بس هذا من العاشر الى اول اعاده. من العاشر هذا الخاطر طبعا احمد بن عبد الله الخاطر تعرفه وسعيد انه بطل في شوط الفروخ خاصه. انا اشهد احمد حضر وثبت نعم المكان على طول نعم، كانت نتائج طيبه لاجتهاد وتعب، وكانت عنده مبيعات بعد طيبه ما شاء الله. مبيعات طيبه، المبيعات هي اللي تحرك المسابقه، تحرك الفرق، تحرك تشتري تبيع
الاسماء الفرديه. الفرق تشتري منك انت الفردي او الشخص الفردي، يروح يدور ويشتري جديد ويحضر، ويحضر معه جمهور، يحضر معه غيره اللي يدخلون في المسابقات. وخصوصا مثل ما تكلمنا ان المسابقات زادت، وان شاء الله ان شاء الله انها للافضل. صار عندنا مقرات كانها مقرات ثابته للبطولات، خلاص تقدر تسوي بطولتك عندك ميادين، تقدر حتى انك يمكن تدرب في الميادين او او او, أو تستغلها يعني حتى على مستوى الميدان الجديد. اتوقع الشباب جو الجديد الايام اللي طافت كانوا موجودين شافوه واعتقد انهم دربوا حتى فيه. اتوقع ابو مسعيد على المستوى القراريس الحرار يعني 34 طير، اتوقع هذا هو الرقم المطلوب كبدايه موسم. هو مو بالرقم بس متوقع لان الطيور اللي تاخر اللي ما بعد يعني ما بعد جهز، وبعدين الطيور تصادفها اشياء وايد في وقت في بدايه النقله. ولا انت ودك انك من يوم تبطل عليه باب المقيض انها جاهز وصاحي وما فيه الا العافية. كل شيء تغير عندنا يعني علينا، خصوصا في السقاره يعني احنا كان تدخل عليه تشله من غرفه المقيض الى ان ترده لغرفه المقيض تعطيه يمكن الشنادره فقط بس او تجبر فيه. اليوم من حبك له تشله من غرفه المقيض توديه المستشفى تعين فيه كذا شغلة لازم تعالجها علشان يبتدي الطير في تدريب أو في مسابقة. بالنسبة للأسماء الشوط الثاني أبو سعيد نتكلم عن قرانيس جرد الشواهين على ما يخلصون شواه فريق الوسيل، مبارك بن سند، خليفة بن ناصر المسند، عبد العزيز بن سعد. شوف هذه الأسامي كلها حضرت يعني يمكن واحد او اثنين اللي ممكن اني اشوف ان اساميهم اول مره تكتب، لكن الربع الباقي ترى حضر مره ويغيب من غير شر، لكن دائما يدورون للطير الطيب اذا عينه الصقار حضر. طير واحد في جرد الشواهين غريبة صراحة. شوف بدنا نشوف أساميهم كلهم صح. فريق النخبة أعتقد طيرين إذا هي موجودة كلها إلزم تقريبا أربع طيور أو ثلاث طيور أو أربع طيور. سمير نفس الشيء اعتقد ما فيه الا طير. عبد الله بن عامر ثلاث طيور. صحيح عبد الله موجود ثلاث طيور. حمد بن عبد الهادي النايبه موجود. ومعنى الكشف القرنيس جرد الشواهين ابو سعيد 26 طير، اتوقع الطيور الى الان ما جهزت. لا فيها طيور جاهزة. لا أتكلم على العدد. الأسماء أكيد إنه ما راح إن شاء الله. العدد قصدك زيادة العدد؟ نعم. لا زيادة العدد لا. في طيور للحين ما وصلت ايه؟ ما جهزت. لكن لأن هذه مهي بالأعداد اللي إحنا. هذه مهي بالأعداد. صحيح. مهي بأعداد الطيور اللي إحنا قابلين. لكن الطيرك ما انت بجايبه وهو عاد عليه يمكن 1% او اقل من الجهوزيه. الكلام طال عمرك في كلام بكره فروق الحرار بكره له
توافيق فروخ الحرار هي اللي اقول لك هي اللي عاده تحت التدريب صح. ايوه لكن اكيد ما الربع بجايبين الطير ان شاء الله طير يفتتح الموسم يقعد في كل شوط له. بس شفت قرناص سالم برجيم ما شاء الله انت تروح وتعود. نعم ترى انت حتى تاشر لي نجيب طاريه انا ابتعد عنه لكن الطير سالم الله يبارك له ما شاء الله وسالم مجتهد مثله مثل اخوانه لكن احنا اجتهاد سالم نعتبره مضاعف لان نبغيه خلاص خلاص نبغيه يصل وصل عاد نبغيه يرتفع مرحله دكتوراه في هالبحر خلاص. اي بس انت العام الدكتوراه ايش سويت فيها الدكتوراه ما عليه موضوع الكلام بكره في فروخ الحرار عند شوف بخجيم دائما في الشوط هذا ما شاء الله يعني مشارك باربع خمسه طيور ولكن ولا واحد منها يتاهل. شوف احنا لو نتكلم عن بخجيم من غير قصور في الربع الباقيين انت قلت ان بخجيم مدرسه صحيح ما دام ان بخجيم مدرسه ما فيه ياس مع الحياه خلاص خلاص يعني يصير ما يصير بيجي يوم سأتواجد وبهد نعم بيجي يوم أنا باهد وبأطلع على المنصة وبتنومس يستاهل يستاهل ولو لا قدر الله ما صار أنا ما خسرت أنا حضوري لأن هذه هوايتي محافظ عليها تراثي علمها عيالي علمها أخواني وبعدين نرجع ونقول ما فيه شيء اسمه أني لازم أحضر وأتميز غصب لا هذا توافيق يبقى توفيق الله سبحانه وتعالى واللي الله عطاه صقار من الحلال اللي عنده. صح. انتظار طبعا بداية الشوط الثاني شوط قرانيس جيرة الشواهين كل أسماء الكبير المتواجد طبعا كلام حبيب ناصر مسند ولكسون براب الباب فريق النخبة طبعا دائما مميز عبد الله بن سعيد لكن الحضور الشوط شرس نعم طيور تواكل أرقام محتاجين ارقام الطير اللي بيجيب تيم اليوم وهو طيب ومحافظ على مساره تخيل تيمه في يوم يكون فيه الهواء راكد و لا بس فرق الحين الهواء فرق ركد الهواء يا ابو لا والله لا. انا اخالفك الراي انا اقول انك تعاكس معنا وتشاكس لكن انا الحين اللي لا بعاكس معك هذا اللي جاي متاخر ما حضرت على اللي قبل ما حضرت اول 15 طيره ابو سعيد لا جد انا لا اقدر اشوفها في الميدان ولا اقدر اشوفها حتى في الشاشه ولا اقدر اتكلم عليها والله واعتذر من اهلها لكن لا حول ولا قوه معك خير من يقدر الربع بانتظار انطلاقه الشوط هذه عادل الشوط السابق نشوف الطيور المتأهلة 10 أيضا على شوط قرناص جير الشاهين 26 طير بتكون موجودة بإذن الله تعالى موجود واجدين والربع إن شاء الله أنهم جاهزين كبداية أبو سعيد نتكلم بداية موسم في طيور بتكنسل في طيور بتتم في طيور بتتطور لا ما راح تكنسل من المسابقة بسبب انه ما أدى في المسابقة دي ممكن تكنسل بعد مسابقة مسابقتين أعرف انه خلاص ان الطير هذا وقف على مستوى واحد ما عاد عطاني لكن إذا الطير يعطيني ثانية ما شفناها يا أبو سعيد وانت ممشيني على وجهي يا أبو سعيد لأن عندي أنا أنت 26 44 طير عندنا نعم أنا أتكلم على الورقة الأولى الورقة الأولى أتكلم عنها لها تكملة أبو سعيد لها تكملة وراها 44 طير أنا أقول لك أنا مستغرب عبد الله ثلاثة وفريق مسامير وفريق الزم أنا ليش ذكرت أنها 26 يعني مستغرب منها لأنها حتى العام
60 او 66 طير في كانت 66 65 بالضبط 44 في نقص لكن اوكي ال 44 طير بالنسبه للطيور الموجوده الاسماء ما شاء الله الاسماء تخليك تركز على المسار حتى من الحين تركز على المسار طالع المسار قبل ما تجي الطيور نعم تشوف شو يصير فيه طبعا المسار احنا نشوفه شوي مقبل لكن ان شاء الله انه بيكون زين كم التيمات اللي بنشوفها مع الجرب وسيد ترى احنا العام بما انك انت راعي وحش اعرفك نعم ترى مع الوكاله ترى احنا العام تكلمنا عن انه بتجينا تيمات صحيح خطيره جاتنا تيمات عادية وما شفنا التيمات مو بقصور لكن التيمات اللي جات هي اللي فرضت علينا واقع الأمر ما كانت تيمات الجير أيوة. احنا نقول ان الجير والجير بيحرق والجير بيعطيني تيم والجير قوي جاتنا تيمات تعتبر تيمات الطيور العادية عادية جدا عادية بس انها لها عذر ذاك النهار وانت خابر كان علينا هواء من نلتمس العذر للشباب نعم يعني اذا انت بتعطي شيء لازم بعد تعطي مجال للعذر انا مشكلتي ما اعطي مجال اعطي عذر اعطي عذر تكلم على الجير وهواه شوف الجير الفئة الجير كان يعني كان النظره في الجير انه شيء طيار يعني على قولة انه ما في حيله او ما له حل في الطيار بس بعد ما جاءت كثرت وزادت الطيور والخلطات وإلى آخره شفنا أن الجير يجي فيه الطير الفارط اللي بمعنى الفارط طيارة خيال صادق. وجيانا الطير العادي اللي أنت تقول هذا مستحيل أن يكون جير لين تجي تشوف لكن 44 طير الأسماء أسماء ثقيلة أسماء ثقيلة ولا حضرت هنا إلا هي يعني بتوفيق الله مجربة الطيور لكن ما كان اليوم هو يومها اللي هي تبي يعني عليك هواء والهواء مع غبار بنشوف الحين بانتظار أول المتسابقين بسعيد أتمنى لك التوفيق هي رقم بيكون موجود شكرا أستاذ زهدي على التعديل بالنسبة للورقة الثانية 44 طير بس بعقب ما قلناها ست مرات عشان قلت لي ما تثبت علي لكن 44 طير متواجده في هالشوط واحنا نشكره بس هو ترى لانه ما سمعني انا اقول 44 بالضبط قصدي 26 فخلاك انت 26 وال 44 عندي انا وقايله سبع مرات اي فانا اللي رجعت على الاسامي وهو سوى اللي عليه صراحه معطيني ورقتين ومدبس ومضبط اموره صراحه ما قصر بس انا قلت لك انت من العجله وانت مخلين على وجهك وتبغي التيمات وتبغي الطيور قد تطلع ترى الحماس احيانا يكون عند اللي يراقب الهوايه اشد من راعي الهوايه يا سلام عليك التمست العذر اشهد انا عزيز لك عذر وحضورك ترى دائما مع اهل الطيور عبر من الصقاقيل عزيز 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 ونشوف اول الطيور يا ابو سعيد لا هذا مبارك عيسى عبد الله آل سند المسيفري نعم هذا مسيفري لكن انطلاقه طيبه للطير بدايه انطلاقته ثقل لكن الطير ما شاء الله صلاه محمد استقوى جناحه يوم نرجع له على يسحب الميدان على انطلاقه ابو سعيد على دس المحترفين ما يبغون الدس المحترفين كمشاركه واسم نعم جديد معانا ايه لا ما هو بغريب مبارك حضوره مع اخوانه اللي في المسابقات يعني شايفهم ومراقب الامور لكن احيانا يمكن انك انت الطير ذا وقفته ما تنفع على المنقله او ما تعلم على المنقله عادك تبغي تعدله يعجبني التماس العذر بعد ضروري يستاهل يستاهلون الشباب يستاهلون عيسى والربع كلهم ناصر موجود نشوف رقم ثلاثة عبد العزيز بن سعد تمنى
سعد ال ابراهيم. مع التوفيق المهندي. نتمنى لهم التوفيق. طلع الميدان ورجع جديد. واحد من الاسماء ما قريته، حمد بن عبد الله. وين؟ العرجان. ما شفته. يقول لك ما قريت اسمه، وينه من ال وينه من المسابقة؟ ابو عبد الله. صادق. له حضور قوي. راعي أرمرم. أرمرم. والثاني اللي في مرمي ال احنا حتى قرناص اسمه؟ جساس. هذا الأول. ليش احنا نتذكر الأسامي؟ لأن الأبطال نبغيهم موجودين طبعاً. دائماً دائماً دائماً. مسجل غياب يا أبو عبد الله، حمد عبد الله العرجاني لازم له حضور. صح. بيض الله وجهك على تذكير يا أبو سيد. وجهك وجهك. الله في تأخيراً في دخول في الميدان من الجهة المقابلة. دائما الاسماء الثقيله دائما تكون موجوده. موجوده نعم. انا قلت لك هذه حتى لو انا ما عندي شيء، لكن حضوري مع اخواني في المقره وفي الخيمه، متابعه الطيور، متابعه الاشواط. شوف رقم 3 عبد العزيز بن سعد الابراهيم. في شيء في الميدان مع ان الداعي موجود. والله للعين او للبيان ما في شيء، لكن اذا في شيء طير في الميدان على ما يقضون الربع ان شاء الله بهد. ونوقع ابو سعيد. هو نفس الطير اللي نهد في البدايه، طير مسافري ولا؟ ما انا هو طير مسافري ولا طير جايهم؟ لا في ريشه اتوقع. طبعا الاخوان المتابعين من دولة الكويت الشقيقة، خصوصا اخونا كويت فالكون. يسلم عليك ابو سعيد. الله يسلمك يا من الشر يا رب. متابعين للبطولة، يقول لك الهواء والغبار اليوم بيأثر على التيمات. احنا ما نبغى نجيب طارية الغبار والهواء. الله يزينها ان شاء الله. يا هلا مرحبا فيهم. لان البطولات او لها أجندة تواريخ، ولها دائما تحط اعتبار مثل الأجواء اللي ما يقدر مثلا يقام فيها مسابقة، ولكنها ما تعتمد مثل اليوم على الهواء مثلا نشوفه، أو على الغبار الخفيف اللي فيه رؤية ما تقدر تعتمد عليها أنت كلجنة تقول لا والله كنسلوا أو شيلوا أو حطوا. طبعا هذا الرأي يرجع لهم، لكن دائما حنشوفنا ان اللجنه متعاونه الى ابعد الحدود في الاوقات اللي تكون ثقيله على 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 المسابقه او على الصقار نفسه. والله
انتظار يقبضون الطير في شمال الميدان. ان شاء الله انه عقلان وعلى يد صديق. دام الكاميرا دامه في الكاميرا الامور طيبه. ما قنصت بسعيد؟ لا والله ما قنصت، انا كان مسافر توني جاي وتوني شال طيوري. على السلامة. الله يسلمك، حتى الطيور ما بعد جهزت. لكن تأمل إن شاء الله أنه يجي مقناص طيب. وحوش طبعا. وحوش. السلام عليك. مع الوكالة أنت أبو سعيد. غير الوكالة أنت تروح تركب وتتعفس وما تمشي أمورك. لا ما تمشي. تعود على الوكالة أمورك كلها تكون زين. يا سلام عليك. تكون في السيفتي. صدق هذا هو قانون الدكتور سالم الرجيم، دائما مع الوكاله، دائما مع الوحش. شوف احنا الوحش اذا يعني على قولتهم خربت مع الطير كنسلته، لانك عرفت انت ان الطير هذا خلاص ما عاد فيه طب. ما له حل. لكن الطير الثاني يعطيك يوم يتغير يوم وتقعد انت وياها في ميزان على امل عدله ما عدله. انا ابغى طير اعرف وجهه. الطيور كلها طيبة والله يبارك لأهلها ويبارك الراعي الجير ويبارك الراعي الوحش ويبارك الراعي الشاهين، لكن الوحش خلاص مثل السيارات الأولى، مكينة هوز راديتر اشتغل. طيور الجيرات كمبيوتر وشغل وتكنولوجيا وسيستم مع الوكالة هذه نبتعد عنها يا أخي. ما عاد في شيء يحدنا عليها، بس إذا جاء الجير الطيب لا والله ينقل. الجير الطيب السبوق اللي يخلص لك بعض الصيد ينقل. وهذا نادر الحين أبو سعيد؟ نادر لأنها اللي حصل منها ما يجيك، ما يوصلك براحة، ما يوصل ما عاد براعي، ما عاد تخلص منه حتى لو تكثر عليه الأسعار. أما على قولة الجير اللي تأخذ الجير الجير العادي الطير العادي اللي مثله مثل الوحش اللي عندك، لا والله باخذ الوحش. لأن إذا قالوا فلان عنده جير قالوا معناته الطير تحدي. إذا جيتني وهديت أنا وياك وطلع طيري عادي نرجع مع الجير. مع الجير يا أبو زيد فالها التوفيق إن شاء الله. رقم 3 عبد العزيز بن سعد آل إبراهيم. انتظر انطلاق الستارت يكون نصف تيم وسعيد. والله الستارت يعطيك تيم، يعطيك تيم بعدين الستارت، لان الطير يقطع من عندي يعني مسافه يريحني انا وخلاص الطير كل ما له يزيد. لكن اذا ستارت وصل النهايه برد ما يفعل يفرق واجد. طيب ارتفع هذا يسار طير قوي قوي الله سبحانه وتعالى طير قوي. بس انا اقول لك الطير جناحه قوي، لكن الطير في الستارت ارتفع مسعيد احنا نشوف دفع صدفة الهواء له الطير حتى انطلاقته حتى انا ما اتكلم لك، اتكلم لك عن جناح طير يوم دبر الحين. أيوة. جناح حلو، لكن في البدايه طلعته يوم ضرب الهواء في صدره زفه يمين وعقبه عوض طمن الطير وقام ياخذ في المسار يمين ويسار. بس كان دفاعه لو ان الطير ذا انه رايح ستارت واحد وسيده الطير انا اقول لك تغير. نشوف حتى قام جانا اخبار سافي، هذا يمكنه من ضربة التلواح. أنا يقولون الكنترول التوقيت 23. أقول لك الطير جناحه قوي. 23 معقولة؟ أقول لك الطير إيش قلت لك أنا؟ قلت لك الطير جناحه قوي
بالنظر من هنا، ولو ان الطير ذا انه راح السيده كان بيجيب تيم اقوى. 23 ابو سيد؟ يستاهل. يستاهل والله. يستاهل، قلت لك الطير اول شيء الطير عود، الطير جناحه قوي يوم طمن، لكن ما توفق في الستارت. هنا 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 عندك فريق النخبه. فريق النخبه الله يوفقهم طبعا. شوف الحضور ان شاء الله صراحه العام العام ما شاء الله اثبتوا ابطال ما شاء الله عليهم. ان شاء الله دائما متواجدين. تشوفها ان شاء الله بعد الحين تيم قوي ان شاء الله. ولا مع الشيء الممتاز بأمانة. نعم. فريق النخبة، فريق النخبة توقع سيطر ابو سعيد على الفئة هذه العام. العام نعم سيطر عليها. نعم. وحتى في الفروخ. واكيد انهم ان شاء الله هذه فروخ العام جايين. ممكن. انا ليش قلت لك ان كان ودي نحن نعرف الطيور هذه اللي جات وش هي، جداد قدام اسامي. هذه تدري متى نعرفها يا ابو سعيد؟ لما نجي بدري ونقعد معاهم بالخيمة. ما راح تقعد معاهم بالخيمة ولا راح يسولف معك، لأنه هو أصلا المتسابق يجي مأخر، لأنه بس يبغى يدخل يشيك على طيره ويدخل. بنشوف الحين طال فريق النخبة. ما شاء الله ما شاء الله الله يوفقك. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو محمد. ما شاء الله ما شاء الله يا فريق النخبة. ما شاء الله التيم. ما شاء الله ما شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله على محمد. الله يبارك لك. الله يبارك لك التيم بإذن الله تعالى. روح يهز الريش. حقوتي انها فروخ العام هذه يا ابو سعيد، بس نسالهم ان شاء الله. نتمنى لو ان الاسامي بس 21700. ما شاء الله ما شاء الله. يستاهل 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 وتيم قوي. 21700 عند فريق النخبه. عند فريق النخبة. ما شاء الله يا ابو محمد تستاهلون. قلت لك اسامي حضورها ما شاء الله قوي. فريق النخبة بنسالهم ان شاء الله ونتواصل معاهم ونشوف. الربع يسمعونا واكيد انهم بيعلمونا علوم الطير ذا اللي نشوف. عبد الله بن سعيد بن طيان. نعم. بطل فوق العاده يا عبد الله. اتمنى له التوفيق. خد يمين طبعا مثل ما تشوفون الطير رجع للمسار. تيم مو ظاهر عندي هنا. رجع للمسار. صار الطير ما شاء الله ما شاء الله. صلى الله على محمد. بيعطون التيم الربع.
24. لعب الطير وايد شوي، اول ما طلع ما كان اتجاهه صحيح، هنا المسار هو اللي يخسر او يربح. اذا طلع انطلاقه قويه ومسار واحد اتجاه الاتجاه الداعي او الفنش حرق الطير هنا يستفيد، لكن اذا راغ يمين ولا يسار ضيع عليه الاجزاء ذي، ضيع على الطير واجد. الظهور الاول لفريق الزم، طير رقم 7 بالنايفه اللي هد بالنايفه، مع انه غريب صراحه لان تعودنا على ابو علي. شوف الانطلاقه ما شاء الله، هذه يمين شوي ما شاء الله، هذه دليل ما شاء الله، نقول الله يثبت مساره، الله يثبت مساره ما شاء الله. فريق الزم الظهور الاول في الموسم، طير يلعب يلعب الحين الهواء الهواء 22 700. على اللي سواه الطير كان ممتاز جدا، دفع الطير كان قوي في المسار. النقاش مع الشباب على الطير اللي جاب 23 ستارت، اللي قلت جناحه قوي، انا قلت جناحه قوي لكن بدايه ستارته مو زين، ستارته ولعب هني ما 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 طلع مره واحده، بس يمكن احيانا قطعت الطير، دفعت الطير قويه، معناته الطير خطير، هذا شراهه الطير، شراهه الطير احيانا. فريق مسامير، ترشيح من مخرجنا عيسى صليطي، والله حتى انا ارشح مسامير، انا ترشيحات عيسى بيني وبينك لك عليه، انا ما تقوله اي لا لا، ترى عيسى ما يرشح الا لانه يحضر، لا لا مو يرشح التشجيع، الترشيح ما تدري تبغي، انت تبغيني اغير كلامي، انا ما راح اغير كلامي، انا معك. شوف الانطلاقه ما شاء الله، شوف ما شاء الله، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد ما شاء الله يا فريق مسامير، ما شاء الله صلى الله على محمد، الله يوفقهم طبعا. ذكرنا دائما ربنا فريق مسامير، فريق متطور، فريق قاعد يبدع بامانه من العام، من العام والله يبدع ويتعب ويتعبون، ان شاء الله نحب نشوف تيم، شوف التيم ما شاء الله، ما شاء الله على الانطلاقه وعلى المسار. شوف شوف عشان اتفق معاك، كم التيم؟ 23 700. هل تعلم لو ان مخرجنا ايثا صليطي ما رشح الطير كان جاب 21؟ خذها مني تتوقع؟ لان في حوادث، في حوادث قبل صارت، حوادث قبل، نعم نعم عجل عجل يعني. شوف مسار الطير، جناح الطير ما شاء الله، لكن 23 700. بس لا والله انا في ترشيح عيسى ونظرته اؤمن بهذا الترشيح، صدقني ما اقول لك يعني، لكن يمكن ورانا بطولات كثيره، يمكن تذكرني، لا خلاص ما عاد مرشح عقب البطوله ذي، اللي يرشح اللي يرشح بديهيا بديهيا بيرشح اللي قدامنا الحين. زين انت كنت ترشح ابو خجيم الصعب الان مع الصعب عبد الله بن عامر، الله يوفقه يا رب العالمين، والله عبد الله عليه حمل كبير، اي جمهور، انا ما اتكلم عن الصقاقير ولا عن التحدي، انا اتكلم عن الجمهور، صحيح يا هادي ما شاء الله مرتفع شوي الحين. شوف انا شو اقول لك، قطعه الطير حتى لما ارتفع ولا راغ هنا، قطعه الطير شراهه الطير غير، الطير هذا ما ثبت، لو ثبت تيمه غير. ثلاثة وعشرين فلات هذا مع ال ما شاء الله مع الروغتين، ثاني شباب صح؟ ترى هذا عيسى، ترى عيسى رشح الطير ذا يمكن بالنية بس ولا ما ذكر. 23 فلات عند ابو عامر، والقسمون بالربع الباقيين طبعا، الاسماء كلها ثقيلة والاسماء كلها كبيرة، ولكن ابو عامر حط نفسه في خانة، الوصول للقمة سهل، كم صعب، ولكن الاصعب محافظة عليه، ابو عامر هو النخبه،
ابو عامر نعم انهى الموسم الماضي هو النخبه نعم كان المنافسه الى مرمي من اول بطوله. وبنشوف جاهزيه الطيور باذن الله تعالى. ابو عامر الى الان الثالث 23 بلات. انتظار الطير اللي بعده. أصداء كبيرة في دول المجلس للأبطال اللي موجودين. صار نخبة الأبطال اللي موجودة هنا في قطر عيون البطولات السقاقير اللي في الخليج دائما يراقبون شو الطيور اللي عندهم، شو التجهيزات، شلون مستوى الطيور اللي هم كل سنة يقنونها. عزل الله صادق وربعنا ما شاء الله مو مقصرين. ما شاء الله الله يوفقهم. نتمنى ان شاء الله انه يكون ذا الموسم بعد موسم اقوى من المواسم اللي قبله. شوف رقم 13 خالد بن عبد الله العلي. موفق يا خالد، من الاسماء الجديده معانا في الميدان. ابو سعيد خالد التوفيق. موفق ان شاء الله يا خالد. حضور الشباب اللي حتى اللي بيشارك اول مره او متواجد تنومس فيه صراحة مهما كانت النتائج. الخبرة هنا ياخذها حتى من الخيمة قعدته مع اخوانه. عز الله صح. خصوصا عندنا رؤساء لجان بعد بيض الله وجيههم متواجد اليوم فهد العسيري. مستحيل انه يشوفك صورة على حد من ربعه او شيء الا ينبه. صادق. معروف عن الربع كله. شوف طلعت الطير ونقزته ما هي بصحيح. الطير عينه ما هي بالداعي. ما هو بالداعي. وبعدين الطير الهواء بعد زغى الهواء لعب لكن ما هو بالداعي مو بالمروح. معوض غير يبغى له جرعات زيادة يا خالد. معوض غير يا خالد. خالد ما جاب الطير ذا الا وهو عارف انه ثابت على المسار، لكن جاهنا اليوم مو بجوه ولا هو بوقته ولا هو بمزاج الطير. تنومس مشاركتهم مثل ما ذكرت مهما كانت النتائج. لكن الطير مثل وين طلع؟ الطير اعتقد تعدى السناح. خايفين من السناح، خايفين له وصل ديره. اهم شيء لا يبعد. زاد الهواء ابو سعيد 25. نعم. زاد الهواء. درجة الحرارة 30. درجة الحرارة لا عاد تذكرها الحمد لله رب العالمين. زان الجو وحتى لو درجة الحرارة 30 ولا ما عادها تضر. إذا ما ضرت الطير راعي الطير ما عنده مشكلة. شاوي الكعبي. سعيد شاوي معروف من الشباب المجتهدين جدا. طبعا لازم يقبضون الطير، لازم يقبضون الطير اكيد عشان ما تقدر تهد وتخدم على طير ثاني وتقابض الطيور شيء منها يعور الثاني. بعده
11 عبد العزيز بن سعد ابراهيم طبعا الطير رقم 13 مستبعد سابق القادم طبعا الطير رقم 11 باسم عبد العزيز بن سعد ابراهيم الهندي في شوط كرانيس الجرد الشواهي الان لازلنا بانتظار المتسابق رقم 13 لكن الطير رقم 13 بشركم وصل الطير رقم 11 عند عبد العزيز بن سعد الآن ما حرق شوف التيم والوصول ثلاثين تسعمية معوض خير يا عبد العزيز طلاقة ما كانت اللي تبي
عزيز العلي وفريق الوسيل والطير رقم 14. مثل ما ذكرنا ما يحضر مع الطير عبد العزيز اللي يعرفه. ما يحضر الا مع نص نص ما يحضر. فالهم التوفيق. نشوف عبد العزيز موفق مبارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفق الله يوفق. ما شاء الله عليه. صلى الله على محمد. الله يبارك له. ما شاء الله يا ابو مبارك. ما شاء الله يا فريق الوسيل. سلام على الحلال الطيب وعلى المروح الطيب. ما صاد. زهد يقول لك ما كمش الرادار. ما كمش. المشكلة انه ما كمش وذي تلعوزني انا كصقر. اي. وممكن الطير هذا ما عاد يركض، ممكن ما يكون في وقته، لكن ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى. اتوقع في طريقة أخرى ان يطلعون التيم يا ابو فوتو. إذا كان الإعادة يعيد الحين ولا يعيد عقب؟ يعني نهاية الشوط. يعتمد على معرفة الرجال بطيره، سد الطير، جهد الطير وشو؟ هل الطير بيركز وخابره انه بيركض ولا الطير بيتشتت من الدعوة الثاني ولا هو مو جاي من الجهد الطيب؟ بس اعتقد اني اخر. بنشوف رقم 15 عبد الله بن مبارك. دوسري وماله التوفيق. الطير خذ يمين. ما ثبت. تابع. لا طلع خارج الميدان يا ابو سعيد. خارج الميدان واعتقد الطير هذا مستبعد. رب الطير في وجه حباره. اقول لك روان. ليه؟ لان انا اخابر ان مسابقاتنا كلها كل مسابقه نجيها يا يكون فيها كروان يكون فيها حباره. بس اعتقد الى اليوم ما ادري. والمنطقة هذه منطقة اسمها مطار. هذه مطار. مطار الحباري. ما فيها كلام. شوف كذا داعي زين. هذا الطير مبروك. قري. راجي شوي صدق انه طلع من المسابقة لكنه ما اخر الناس اللي وراه. بيض الله وجهه وجه راعي. وطير عبد العزيز العالي له اعادة اللي هو فريق الوسيل. الفوتو فينش كانت اذا ما لقط السنسر يرجعون للفوتو فينش. لكن الحين في اعاده. بس ما دام انه في خيار اعاده الاعاده افضل. دائما عبد العزيز ترى غير بصوره اخواني من الرجال السمحين في التعامل مع خصوصا الاشياء اللي تطلع عن اراده الواحد. هذا يعني هذا قانون ابو سعيد. هذا قانون يعني. نشوف الحين فريق مسامير رقم 16. شوف انطلاقة الطير. هادي دليل. اتمنى انه يركض لان الطير الى الحين طير ما هو برافي. ما شاء الله ما شاء الله. يحرق اكثر بيجيب تير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صلى الله على محمد. ما شاء الله. هذه الطيور اللي ما رشحها عيسى. هذه الطيور ما شاء الله. ما شاء الله. شاف الطير ولا هو كان يبغى يرشح. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. 22 23 500 ما شاء الله. 23 500 في فريق مسامير. الطير طيب ومرواحه طيب والله يوفقهم. انا اتمنى ان الطيور كلها تصير نفس المسار. ترى طير الدوسري اللي طلع جناحه حلو جناحه طويل حتى يوم الكاميرا اختيار الطير. بس ومتاكد ان الرجال ما جاهنا وهو خابر ان الستارت الستارت اللي الستارت مرتفع. طبعا احنا نقول ان عوامل الجو تغيرت على بعض الطيور خلق لها عذر.
نلتمس لكن ان شاء الله الجايات افضل واحسن. ابو سعيد احنا جاي ابو سعيد انت كخبره ما شاء الله ميدانيه كبيره وحكم في مرمي، احنا دائما اوكي العذر للشباب موجود، ولكن نتكلم على بعد الطيور وجاهزيه الطيور الموجوده وقوه الطيور جوده الطيور الموجوده لابد الحديث عنها، ولكن بعد هذا البطل بعد الهدف. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو عامر ما شاء الله. الله يبارك عبد الله بن عامر الكعبي طير رقم 18 زين مسارة ثبتة ما شاء الله يا ابو عامر. وصله ان شاء الله بالتيم الطيب يا ابو عامر. 22 22 22 600 ما شاء الله يا ابو عامر. يستاهل ابو عامر ما شاء الله يستاهل ما شاء الله. 22 600 يا ابو عامر الاول واول تيم 22 لهذا اليوم ان شاء الله جاي افضل في الشوطين في هالمسابقه وفي هالبطوله. يعني انت جاي ان شاء الله لا الاول 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 صح. لا في فريق النخبه النخبه 21 فريق النخبه 21 700 لا صح 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 انا قلت لك قبل شوي 22 600 عند ابو عامر الاول الى الان فريق النخبه. نعم نعم في الطير رقم 5 معناته شفنا شفنا التيم 21 لكن خذانا الحماس مع ابو عامر شوي. ما تقول الاداء الزين يشدك معي خصوصا الابطال يعني ما هو جاي الطير هنا والشوط هذا من العام بينهم بعدين. لكن كم مدة التجهيز وحنا تو حنا قرينا طيور تو طيور مشلولة كم معناتها انك ميزانية الطير ذا عرفانك النفس مقاوستك له. هذه ترى يعني اكثر الطيور يمكن اللي ما جابت تيمات او اللي اخرت ما بعد صدت انا الميزانية اللي اهل طير يجي ويشارك ويعطيني الاداء اللي انا ابغي. الطير عاد وراه لكن عاده يبغي له القياس. ونشوف ابو محمد فريق النخبة طير رقم 22 فالة التوفيق والمنافس الحين بينهم بالنسبة تكلم على التأهيل أول وثاني. نعم فريق النخبة وأبو عامر لا لا طير رقم 19 عند اللي هدبه محمد. نعم خليفة بن ناصر عند خليفة بن ناصر مصمت. خليفة بن ناصر اسم ثقيل بعد في المجال في الفئة ما شاء الله ما شاء الله. مروحة طيب الله يبارك الله. لك الله يبارك لك الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يوصل ان شاء الله بتيم حلو ان شاء الله ما شاء الله يا ابو ناصر يوصل بتيم حلو. طبعا انا ويا حماد متخالفين انا اتابع من الميدان هو يتابع من التلفزيون. انا يقرب علي ما اشوف هناك 21500 ما شاء الله يستاهل الله يبارك الاول الاول الله يبارك الله يبارك يستاهل يستاهل يا خليفه. خليفه بن ناصر المسند الى الان في المركز الاول طبعا واللي هد علي بن محمد. شاهين وين شاهين؟ طبعا الطير تجهيز ابو محمد. نعم تجهيز ابو محمد وعنده العام اعتقد عنده من العام صحيح في كل المسابقات كان موجود بعدين علي ما شاء الله يعني خلاص خبره ما شاء الله خبره خبره احترافيه تامه هو الربع اللي موجودين عبد العزيز العلي عبد الله بن عامر ما نبغي يعني نفوت شيء من الاسامي لكن خلاص ربعنا كلهم خير وبركه ربعنا احترافيتهم في الطير خلاص وصلت الى مستوى مثل ما ذكرت انا اتكلم عن فضاحله الليل. نعم الخليج بعدين تدري هذا كله توفيق الله الاول سبحانه وتعالى والدعم اللي ذا البطولات تلقاه تخليك تزيد. شوف طير مبارك بن غانم خيارين ابو سعيد الله يوفقه مروحه طيب الطير مروحه طيب ومع التراب ستارت كان ما احنا نقول ان شاء الله انه بيعوض ستارت في الدفع او جره الميدان 25 لا 26 الطير رايح على راحته ابو معاوض وان شاء الله ان التجهيز الجاي يكون افضل واحسن للطير. دائما احنا نقول للصقاقين اولا نقول لانفسنا انه مو بجاي هنا الا واحد عارف ان طيره
جاهز للمسابقة حتى لو بس على المساق مو بالدم، لكن إن استعدادي أنا للطير ما عوده على أن الطير إنه يجي بطولات ويروح اسمه واسمي من غير إنجاز. ولكن الأسماء ذكرنا في أسماء جديدة ودنا أكيد متواجدين يجربون، إحنا نبغيهم صح. إحنا نبغيهم يثبتون، ولا أبغي إن اسمي أنا بيرتبط بالطير. الطير هذا إذا ما عطاني إداء في بطولة أو بطولتين خلاص يتكنسل الطير هذا، ما أقعد أنا وياه على أمل. شوف أحمد من عبد الله الخاطر. أنا أبو عبد الله مسي عليه مرتاح إن شاء الله وجاي بثقة. طال التوفيق إن شاء الله. طال التوفيق. ما شاء الله على ذا الجناح. ما شاء الله انطلاقة جميلة جدا. كنا قفز في البداية أبو سعيد. ما عليه بيعوضها إن شاء الله. إن شاء الله بتشوف التعويض إن شاء الله في التيم. إن شاء الله تعويض وإن شاء الله إن تيمه يكون التيمات الطيبة في المسابقة علشان يعطي 22% ما شاء الله. ما شاء الله أبو عبد الله يزيد الحمل هنا أبو عبد الله، ونبغي طيور جداد يا أبو عبد الله. خلاص مع بطل ومع الأبطال 22% بعد. توقع الثالث ولا الرابع؟ الرابع يعني شوف تجيك نهائيات تجيك ابطال كل واحد يحب. بس ابو عبد الله مغير المجال يعني خبره مجال فوق الحرارة بيدخل الظاهر انه ناوي على حتى الطلع بيدخل فيه ما شاء الله بيدخل في الطلع لكن كان يجي محترف ثاني بس كشفنا ابو عبد الله مره وجاء. شوف عبد الله بن عامر طير رقم 26 موفق يا ابو عامر. 26 مسار ممتاز. ولكن شلون جناح ابو سعيد؟ اعتقد ان جناحه زين ما هو اللي ممكن انه ما ادري لكن ممكن انه ما يكون من المنافسين على 22% ما شاء الله خلنا التعبير يا ما شاء الله 22% الظاهر ان نظرتنا لا بس الطير ذا قطعته في اول متر بدايته نعم في كان ثقيل. اول مسار الطير كان ثقيل شوي لكن صلى الله على محمد والله يبارك له. قاعد اقلب في الاسماء ابو سعيد. سعد الحمدان وينه؟ سعد الحمدان اجازه يجهز الى الحين لأن سعد يجهز مطايا ويجهز الطيور. لا إيه. لأنه يقول أنه يبغى يجي هنا على مطية. إيه. ويهد على مطية ولا؟ لا الهدد بيكون استاذ لكن بيوصل هنا على مطية بدون سيارة. لا غاب فترة ما أدري وين صراحة. ودنا برجوع ال. يمكن التفاجأ أن سعد دخل في مجال ثاني. يطلع لك في شيء من المسابقات اللي ما أنت متوقعه أن سعد يعني يكون. قلايل لا القلايل خلاص قلايل سعد من خلاص خاض القلايل وعرف. نشوف عبد الله بن سعيد ابو سعيد فالك التوفيق. سعيد تحميش الطير طبعا الهدد عشان يركز الطير وعشان يركض. بسم الله انطلاقه جميله ان شاء الله والاجمل ان شاء الله التيم ابو سعيد صلى الله على محمد ما شاء الله على ذا الجناح الله يبارك له يا رب العالمين يوفقه. شوف انطلاقته جميله ومساره طيب ما شاء الله يا ابو سعيد ما شاء الله سعيد صلى الله عليه وسلم 19 20 800 ما شاء الله يا ابو سعيد ما شاء الله صلى الله عليه وسلم الله يوفقه. ابو سعيد ايضا منافس فيها في هالفئه هذه محتاجين اكثر المنافس. ما عاد نبغى المنافسه توقف على اسمين ثلاثه اربعه يكون لا نبغي اسامي اكثر لان الاسامي الاكثر بتجيب طيور اكثر. صحيح. والاسماء هذه تمثلنا خارجيا اصلا يا ابو سعيد ما شاء الله دائما منجزين الربع. ما تشوف منصه الا فيها ربعنا. الله يوفقهم.
ممكن يطلع لك فريق يطلع من الدوحة فريق كامل. صحيح. فريق واحد وينافس على البطولات. خميس بن علي. خميس بن علي من خميس الغياثين، فالك التوفيق الغياثين. هذه دليل خميس. خميس نبغي احترافية. نبغي منقلة. ونبغي هدد راكد. طير صلى الله محمد الشكل زين. والحوالة مسكته لكن وين راح؟ معوض خير، معوض خير إن شاء الله. رجع المسار. معوض خير إن شاء الله أن الجاي أفضل. أتمنى التركيز طبعا من إخواني اللي يمكن يكون وقفتهم في السناحة أو في ستارت بداية، على قولتهم يقبض أعصابه، لا يتوتر ولا على الراحة، إيه ولا يستعجل على الطير. شوف عبد العزيز العلي فريق لوسيل. هذه الإعادة، هذه إعادة الطير عبد العزيز. نعم، إعادة للطير رقم 14. نعم. اللي ما صاد السنسر. شوف الانطلاقة. انطلاقته زينة. خذ يمكن شوي المسار وأشوفه بعد قام يقرب حتى عند السنان. رجع الطير، رجع المسار، وإن شاء الله إن شاء الله إنه إن شاء الله يجيب تيم، ان شاء الله انه يجيب تيم. الطير جناحه قوي ما شاء الله عليه. مروحه طيب. 22 800. لكن مو بالطياره الاول. الهده الاولى. لا انا قلت لك ممكن الطير يشوش ما عاد يكون في نفس مزاجه الاولي. 22 800. سمير فريق سمير الطير رقم 31. الهواء شوي استقوى على الطير. ممكن يعوض بسعيد؟ تعتمد على جذبة أو سحب الطير في الميدان، على شراهة الطير مرواحة، على شراهة الطير للعشاء ممكن يعوض. لا أخذت منه واجد. لا أخذت واجد وصف. ركز على الهدد، ركز على نظرة الطير، وين اتجاهه، نظرة الطير للداعي، استعجال الطير، لازم تركز الطير انه ما يطلع من يدك الا انت متاكد ان الطير ان شاء الله. طبعا اذا قد طلع خلاص. بس بعضها تعوض بسيد، حتى الستارت ما يكون نادر. ها يعتمد حتى على كبر الطير وصغره. احيانا حجم الطير ما يخدمه في الهواء. الطير هذا مجهز، واضح انه مجهز. لا حتى شوف يعني هذا اعتقد مو باللي نهدى الحين. لا تو هذا فريق المسيمير. الحين نرجع لفريق فريق النخبه صح؟ ولا فريق النخبه 33. فريق النخبه نعم. ركز، شوف يد علي، شوف قبضة الطير، شوف يعني انت خلاص مركز في وجه الطير ذا شو يسوي. ما شاء الله.
شاء الله. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله. الله يبارك. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. فريق النخبة. رواحة طيب. رواحة طيب وإن شاء الله التيم أطيب إن شاء الله. واحد وعشرين ستمية ما شاء الله. ما شاء الله سلام. 21700 21600 الشوط ملعبهم. نعم سك يعني هم في كل شوط موجودين نعم ولكن الشوط نعم. هذا مختلف عندهم نفسهم نفس الرجال هذا. نعم ما شاء الله عليه عبد الله بن عامر وتنافسون ما بينهم. نعم طير رقم 34 وعليه ترشيح وبنشوف الطير هذا. ابو عامر دائما مرشح فوق العاده يعني ما جبت شيء جديد يا عيسى. الله ترشيح من عيسى صليطي مخرجنا نشوف طير. أنا بيكون الفيصل للترشيح. نعم بتشوف الصعب عبد الله بن عامر نشوف الانطلاقة ما شاء الله. هذا يمين يا سعيد عقب رد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يوفق ما شاء الله يا ابو عامر. اثنين وعشرين ستمية ما شاء الله ما تعدوا الارقام يعني زايد ناقص لكن ها في حدود التنافس القوي 22600 في حدود التنافس القوي ما شاء الله. سابق التالي نايفة عند حمد بن عبد الهادي بن نايفة موفق ابو عبد الهادي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا هادي يا دليل ما شاء الله ما شاء الله الله يوفق الله يوفق الله يوفق ما شاء الله عليه ما شاء الله يا بن نايفة الحي يحييك الله يبارك لهم يا رب العالمين ما شاء الله جلفاله ان شاء الله التيم الطيب دخول قوي مفاجئ نعم. جدا من نعم. بن نايفة نعم. في هالشوط نعم. 20 21 22 200 ما شاء الله ما شاء الله بس عنده افضل عنده افضل الطير هذا عنده افضل طلاقته ومساره ما شاء الله نعم عنده افضل طير ما شاء الله عليه سيد العام النخبة سكروا الشوط في فروخ في الفروخ نعم فروخ سجارة الشواهين صحيح وكان معاهم ابو عامر وذا السنة والسنة ما شاء الله النخبة وابو عامر نعم وحين دخول ما شاء الله بالنايفة 22 هنا
معناته في طيور راح تدش. انا اقول لك احنا الطيور بتكون موجوده لكن نبغي اكثر. صحيح. ناصر عبدي هادي الحين الله يوفقه. ارتفع الطير خذ يمين. لا خذ يمين خذ يمين خذ يمين واجد خذ يمين واجد. و الطير يبغى تجهيز الطير يبغى تجهيز الطير يبغى تجهيز. سقارتنا محبتنا للطير ودعونا بروحنا وتجهيزنا بروحنا وحنا يمكن ما عندنا بعض الفنيات او الاحترافيه الواجب فنيات نغيرها. لا فنيات كمسابقات يعني كمسابقات. نعم. لا ما اتكلم عن السقاره. السقاره اتكلم عن فنيات تجهيز الطير المسابقه. الواجب ان احنا انا كمتسابق كواحد ابغى اشترك هاوي ذا المسابقات الواجب اني اشوف لي حد من ربعي اللي امون عليهم ويمنون علي اقرب منهم ادخل معهم حتى لما اخلي طيري عندهم انا بجهز معكم بس ابغى اتعلم. ما راح حد يمسك عليك معلومه او يشحبها. كلهم يفرحون بجيه الجميع. فريق النخبه طير رقم 38 ان شاء الله. صلى الله على محمد. ان شاء الله ان شاء الله. شوف التجهيز وشوف استعداد للانطلاقه. نعم. استعداد لازم يكون قوي خصوصا من المحترفين. لا 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 اعتقد فرط الطير فرط فرط اعتقد فرط الطير من يد بس ان شاء الله انها ان شاء الله نبي ادي ان شاء الله نبي أدي. ما اعتقد ان هذا هدد. لا 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 ان هذا هدد مقصود مستحيل. نعم. من محترف 21800 ما شاء الله. صلى الله على محمد. ما شاء الله عليه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما خاب ظني يا ابو سعيد هذا كان فرخ العام شاركوا فيه وهدى في نفس الطريقه. اعتقد انا اشوف قطعه الطير هذا كانت الخامس. شوف كل اللي سواه هذا الخامس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نقزة الطير فوق تباع. شوف وين خذ. عبد الله بن سعيد 39. نشوف استعداد الانطلاق ونشوف التجهيز. شوف ابو سعيد على التوفيق. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ان شاء الله ما شاء الله ان ذا بيداغش الربع بيدخل معهم ان شاء الله. نبي كله كلمه قويه. الطير ذا بيكسر بين الطيور. نعم ما شاء الله يا ابو سعيد. هذه دليل هذه دليل 21900 ما شاء الله. دخلت الثالث والرابع. الثالث اعتقد او الرابع. نعم ان شاء الله. خالد بن عبد الله محمد العلي مسار ممتاز ما شاء الله. شوي الجناح
روح طيب الطير 22500 ما شاء الله 22500 منافسة طيب. تبغي لها بس تبغي لها لمسات على قولت او اجتهاد بسيط وسعيد الى الان لان الاسماء مو عندنا واللي ذكرناه غايب اللي هو محمد بن عبد الله العرجاني نعم طير العام جساس هو الاول اللي هدها ابو محمد علي بن محمد نعم والثاني سحيم طير النخبة نفس نفس ترتيب شوط العام بالضبط جساس وسحيم نعم والسنة السنة هاي أقول لك والحين نفس الشيء جساس وسحيم لا يبونها الربع في منافسة بينهم شوف عبد الهادي بن صالح المشروم فالك التوفيق يا ابو صالح الله يبارك لك حلالك وان شاء الله ان شاء الله انك مع اهل التيمات القويه وان هذه ان شاء الله تكون بدايه خير فالك التوفيق بس دائما وصي اخواني بالركاده على الطير الركاده لا يستعجل الصقار ولا يهتم اصلا حتى في المكان اللي هو واقف فيه خلاص لان خلاص انطلاقه الطير هذه هي اللي تحكم على تعبي وعلى جهدي اللي انا قمت به في السابق شوف الطير قد وده بالمروح الطير مستعشي ننتظر منه تيم منافسة قوية مع أخوانه نشوف تركيز السقار ونشوف الطير ما شاء الله حدد حدد الطير ارتفع طبعا ارتفع طلع من المسار ورجع للمسار اتمنى للتوفيق اتمنى للتوفيق لا طلع الطير طلع الطير وابتعد عن المسار كليا اعتقد ان هذا الطير ما الله كتب له ما الله وفق الطير مو بجاهز اليوم الطيور بعذرها والصقاقير اللي ما بعد دخلوا المسابقات او ما بعد وقفوا في السناح بعذرهم من التوتر ومن قوه المنافسه الموجوده من الاسامي اللي معهم ومع ذا كله الهواء ما يخدم الطيور اليوم خصوصا الطيور اللي عادها اجداد على المسابقات ما بعد عرفت الميدان ولا المسار ولا ٤٢ فريق لوسيل عبد العزيز مبارك العلي له التوفيق ما شاء الله 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 على الطير ما شاء الله على الداعي وما شاء الله على تجهيزك مبارك ما شاء الله المسار ممتاز ما شاء الله الله يبارك له الله يبارك ما شاء الله عليه ما شاء الله دفاع روح صلى الله على محمد 22 100 طبعا نشوف باقي عندنا اعتقد طيرين باقي طيرين نعم 43 44
سعود. سعود احمد البارقوان الصليطي. فال التوفيق ليش ما رشحه عيسو؟ خاف عليه. الظاهر فال التوفيق ان شاء الله. فالك التوفيق الصليطي صلى الله على محمد. مروحه طيب والله يفرحك ان شاء الله بناموسه ان شاء الله. فال التوفيق. ما شاء الله. يا هادي دليل. وقت عشاء وتيم 22700 تبارك ان شاء الله. فريق مسامير اخر المتسابقين الان. طير رقم 44 فريق مسامير فالهم التوفيق ان شاء الله. شباب مجتهدين صراحه بصمتهم بدأت تبين من العام. أتمنى لهم التوفيق. اجتهاد من 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 اختيار طيور ومن حضور مع اخوان. نعم. سابقين رقم 44 اذا متواجد او لا. آخر الطيور هذا المساء وهذا الشوط فريق مسامير. ما شاء الله ما شاء الله. بس خلي يمين طير راح يمين 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 يمين. لا 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 طير. يمين في آخر أقصى المساء يمين. كان يبغى يقبض الذرة. اي والله ما ادري والله. ورجع الطير لكن اعتقد انه 24 ما يعوض التيم اللي راح عليه. معوضين خير يا فريق مسامير. انطلاقته ممتازة. انطلاقته ممتازة لكن الطير خب يمين 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 مرة. يعني بغى زي ما ظهر من المسار. وعقب رجع للداعي ولا جرة الطير ما شاء الله عليه الله يبارك له. الطير مستواه جيد طياره مسكت لكن معاوض خير ان شاء الله. شوف العشرة متأهلين خليفة بن ناصر المسند اللي هو جساس 21500 فريق النخبة 21600 اللي هو سحيم فريق النخبة أيضا الثالث 21700 عبد الله بن سعيد بن قطيان 21800 فريق النخبة أيضا 21800 68 عبد الله بن سعيد بن قطيان 21900 أحمد بن عبد الله الخاطر 22100 فريق الوسيل الثامن 22100 عبد الله بن عامر التاسع 22180 حمد بن عبد الهادي بن نايفه 22247. هذه العشرة اسماء الاولى يا ابو سعيد. ما شاء الله الله يوفقنا وياهم ان شاء الله. نشوف ان شاء الله الشوط في تحدي نهائي. في تحدي نعم نهائي في تحدي قوي وما شاء الله ما شاء الله تفرض أسامي. الله يوفق الله يوفق الله يوفق ما شاء الله عليه.
ما شاء الله يا ابن نايفه. الحي يحييك، الله يبارك لهم يا رب. ما شاء الله جلفال ان شاء الله تيم الطيب. دخول قوي مفاجئ جدا من ابن نايفه في الشوط 20 21 22 200. ما شاء الله 26 صح؟ 26 نعم. اخر طيب ممتاز، لكن شلون جناح ابو سعيد؟ اعتقد ان جناحه زين، ما هو اللي ممكن انه ما ادري، لكن ممكن انه ما يكون من المنافسين على ال 22 ما شاء الله. خاننا التعبير يا ما شاء الله. ما شاء الله 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 على الطير ما شاء الله على الداعي. ما شاء الله على تجهيزك ابو مبارك، ما شاء الله مسار ممتاز. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك، الله يبارك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله دفاع روح. صلى الله على محمد، جاي بثقة وعلى التوفيق ان شاء الله، وعلى التوفيق. ما شاء الله ما شاء الله على ذا الجناح، ما شاء الله ما شاء الله، انطلاقة جميلة جدا. بس كنا قفز في البداية ابو سعيد، ما عليه يعوضها ان شاء الله. ان شاء الله بتشوف التعويض ان شاء الله بالتيم، ان شاء الله تعويض، وان شاء الله ان التيم يكون من التيمات الطيبه المسابقه علشان يعطي 22% ما شاء الله ما شاء الله. ابو عبد الله يزيد الحمل. بيكسر بيكسر بين الطيور. نعم ما شاء الله يا ابو سعيد، هذه دليل، هذه دليل. 21900 ما شاء الله، خصوصا من المحترفين. لا 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 اعتقد فرط الطير، فرط و فرط، اعتقد فرط الطير من يد، بس ان شاء الله انها ان شاء الله نبي ادي ان شاء الله نبي ادي. ما اعتقد ان هذا هدد، لا 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 ان هذا هدد مقصود، مستحيل. محترف 21800 ما شاء الله، صلى الله على محمد. ما شاء الله عليك، يزيد الطير عشان يركض. بسم الله، انطلاقه جميله ان شاء الله، والاجمل ان شاء الله التيم ابو سعيد. صلى الله على محمد، ما شاء الله على ذا الجنة، الله يبارك له يا رب العالمين يوفقه. انطلاقه جميله ومساره طيب، مساره طيب ما شاء الله يا ابو سعيد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سعيد، صلى الله على سيدنا. 21 800 ما شاء الله يا ابو سعيد. كثير ويدخل نشوف الحين طريق المرمى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ابو محمد، ما شاء الله يا فريق النخبه. ما شاء الله ما شاء الله، ما شاء الله. صلى الله على الله يبارك، الله يبارك التيم باذن الله تعالى. روح يهز الريش حقوتي، قلت انها فروخ العام هذه يا ابو سعيد، بس نسالهم ان شاء الله. نتمنى لو ان الاسامي بس 21700 ما شاء الله ما شاء الله، يستاهل الطير. يعني انت خلاص مركز بوجه الطير ذا، ايش يسوي؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. ان شاء الله التيم اطيب ان شاء الله. 21600 ما شاء الله ما شاء الله، سلام. واحد اسم ثقيل بعد في المجال، في الفئه ما شاء الله ما شاء الله. روحه طيب، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يوصل ان شاء الله التيم حلو ان شاء الله. ما شاء الله يا ابو ناصر وصل بتيمه. طبعا انا ويا حماد متخالفين، انا اتابع من الميدان، هو يتابع من التلفزيون. انا يركب علي ما اشوف هناك. 21500 ما شاء الله، الله يبارك. الاول الله يبارك، الله يبارك. تستاهل تستاهل يا خليفه. مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين من جديد. اذا الف مبروك للمتاهلين
20 متأهل في شوطين كانوا شفنا فيها منافسة قوية بأمانة بين المتنافسين. وسعيد بشكل عام شلون شفت المنافسة اليوم؟ مستوى قوي، أسماء متكررة، منافسة متحدية كلها للثاني. أتمنى أن يدخل أسماء جديدة أبطال يعتبرهم مع أخوانهم عشان تكثر المنافسة وتحلو. الطيور ما شاء الله اللي شفناها العام شفناها هذا السنة إن شاء الله في نفس المستوى ونفس الصحة ونفس التيمات. أتمنى إن شاء الله نحن نشوف منافسة أكبر بكلهم نهائي أقوى بإذن الله إن شاء الله تعالى. إحنا تقريبا وصلنا للختام أعزائي المشاهدين، ولكن قبل الختام باسمي وباسم كل الستاف المعاي من قناة الكاس نعزي أنفسنا في فقيدنا الغالي فهد بن حسين الكبيسي رئيس لجنة الدعوة في هالمسابقات إلى مرمي، الله يرحمه ويصبر على إن شاء الله. الله يرحمه ويغفر له ويسكن الجنة. طبعا أنا كنت أبغي أتكلم عن جزئية بسيطة في فهد. فهد كان أخو للجميع، صحيح، يحاول إرضاء الجميع، الله يغفر له ويرحمه. اليوم انت ذكره، العوض إن شاء الله في إخوانه وربعه وفي إخواننا طبعا اللي استلموا الحمل عقبه. طبعا الناس تشوف البطولات او تشوف المسابقات تحسبها اشياء بسيطه، صادق، معناها فيها حمل قوي، فيها حق للناس، فيها تاديه واجب للجميع. اتمنى لهم كلهم التوفيق، نقول الله يرحم فهد، الله يرحمه يذكره بالخير، ذكره طيب، الله يرحمه، ذكره طيب عند الجميع، نقول الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره ان شاء الله روضه من رياض الجنه، اللهم امين. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا معكم للختام باذن الله تعالى، بكره في نفس الموعد مع فروخ الحرار وفروخ وقرانيس سجارة الحرار باذن الله تعالى نفس الموعد. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج إيسا سليطي والأستاذ زهدي نصار في أمان الله.